معنا النقيب سعود عبد الرحمن الشيبة، مدير فرع التوعية والإعلام المروري بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، لكي يتحدث حول انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرقات سواء كان بالضباب أو الغبار أو غيره. نقيب سعود، السلام عليكم، مساك الله بالخير. عليكم السلام ورحمة الله. مساء النور يا هلا. ايش حالك أخي الفاضل؟ الحمد لله بخير، وانت ايش حالك؟ الله يبارك فيك. شو النصائح اللي توجهها للجمهور فيما يتعلق بانعدام الرؤية أو انخفاض مستوى الرؤية؟ نعم، بداية نحن نشكركم على إتاحة الفرصة لنا لتوضيح مثل هذه الأمور. ومثل ما نعرف ونلاحظ في هذه الفترة انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرقات في الإمارة في الفترة الصباحية خاصة، وطبعا تنتهي تقريبا حول الساعة 9 إلى 10 صباحا. وسبق أن تم تحذير من قبل المركز الوطني للإرصاد وكذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارجة، بالإضافة إلى حساب الشارجة للأخبار التابع لهيئة الشارجة للإذاعة والتلفزيون، وكل ذلك طبعا لمصلحة مستخدمي الطرقات ووصولهم لوجهاتهم بأمان طبعا. ونوجه لهم بعض الإرشادات اللي بتفيدهم خلال القيادة أثناء فترة الضباب أو انعدام الرؤية. بداية السائق المفروض أنه يحرص على صلاحية كافة إضاءة المركبة، هذا قبل القيادة، وكذلك استخدام ضوء المصابيح العادي اللي هو الإضاءة العادية مش المرتفعة اللي هي المعروفة بالمسمى الديم، لأن مثل ما نعرف احنا الديم هذا يعكس الضباب على عين السائق، على بيرد على السائق مباشرة بالضبط، بحيث أنه ما بينتبه للطريق أمامه. وكذلك ترك مسافة كافية بين المركبات والانتباه للطريق، وخاصة الخطوط الأرضية اللي على الأرض، الخطوط الصفراء والخطوط المتقطعة البيضاء، وبالأخير عدم استخدام الإشارات التنبيهية اللي هي البرتقالية على أطراف السيارة، لأن الأغلب يستخدمها هذه أثناء القيادة في فترة الضباب، وهذه تستخدم فقط لحالات الطارئة أو لوقوف المركبة بشكل طارئ، أو لا سمح الله يعني في عطل في المركبة وما يقدر يحركها برا الشارع يستخدم الإشارات التنبيهية هذه. ما بيتم شغل الأربع إشائر هاي أو الإشارات 24 ساعة؟ بالضبط، إذا شغلها دائما هو يسوق ممكن يأثر على الأشخاص اللي خلفه، يحسبون الشارع واقف أو في لا سمح الله عطل. ما بلش كذا نقيب سعود، لو استعملها بشكل مستمر ولا سمح الله صار شيء مفاجئ عنده شو بيستعمل؟ بالضبط، حتى ينبه اللي وراه. إيه؟ نعم، والبعض ينساهم ويروح بعد ما شاء الله لين ما يوصل دوامه أو يوصل وجهته. صحيح، فنحن نوجه بهاي الارشادات وان شاء الله الجميع يتقيد فيها، وطبعا في حال شده الحاله او انعدام الرؤيه يتم ايقاف حركه الشاحنات كذلك عن طريق دوريات المرور لسلامه الجميع. وهناك بعض الاحتياطات الاخرى التي ناخذها من قبل اداره المرور والدوريات لضمان سلامه الجميع. في النهايه نحن نتمنى السلامه للجميع مرتادي الطريق سواء السائقين او المشاة وغيرهم، ونوجههم للتواصل معنا على الرقم 901 للحالات الغير طارئة أو الاستفسارات، والرقم 999 للحالات الطارئة والحوادث لا سمح الله، ونحن في الخدمة في أي وقت على مدار الساعة. جزاك الله خير نقيب سعود، وما قصرت، والله يحفظنا ويحفظكم ويبعد عنا وعنكم كل سوء يا رب. أجمعين يا رب، هذا واجبنا، ونتمنى التقيد من الجميع لسلامتهم في المرتبة الأولى. مشكور، جزاك الله خير، بارك الله فيك. شكرا. النقيب سعود عبد الرحمن الشيبي، مدير فرع التوعية والإعلام المروري للقيادة العامة لشرطة الشارقة.